كيف ما خدوها العديد من الدول مثلا امريكا والدول بعض الدول الاوروبيه عملوا على تخفيض نسبه ضريبه الاستيراد وكذلك التقليل من نسبه الربحيه لهذه الشركات، ولكن للاسف يعني لم تكن استجابه لهذه المطالب، وشفنا ارتفاع المحروقات ولا اسعار المحروقات لاثر على جميع المواطنين بدون استثناء وعلى القدره الشرائيه ديالهم، خصوصا يعني الطبقه الهشه والطبقه الفقيره. اذا قلت بان الحكومه جاءت بارقام جد متفائله خلال القانون المالي 2022، ولكن للاسف لم نرى يعني شيء يتحقق من هذا، خصوصا وان هذه الحكومه اثناء الحمله الانتخابيه رفعت السقف جد عالي بالعديد من الوعود، ولكن للاسف الى ما نقولوا مثلا اين هو مدخول الكرامه 400 درهم بالنسبه للاشخاص فوق 65 سنه المفروض انه يتعطى في الشطر الرابع لهذه السنه الى يوصل 1000 درهم في 2025 اعتقد. كذلك اين منحه الولاده 2000 درهم؟ اين هي الرفع من رواتب الاساتذه 2500 درهم؟ العديد ديال الوعود اللي يعني لم يعد حتى الحديث عليها الان. اذا اليوم بدعوة من جمعيه مقاولات المغربيه مشكورين على هذه الدعوة الكريمة، تمت مناقشة مشروع قانون المالية 2023 مع ثلة من خبراء في المجال. إذا قانون المالية ومشروع قانون المالية الذي تتم مناقشته الآن في قبة البرلمان، وسيتم المصادقة عليه في أواخر شهر دجنبر كما هو جاري به العمل. إذا قانون المالية لهذه السنة هو يأتي في خضم إكراهات عديدة يواجهها الاقتصاد المغربي كما الاقتصاد العالمي، خصوصا بعد الخروج من جائحة كوفيد 19، وكذلك في خضم الحرب يعني غير متوقعة بين روسيا وأوكرانيا التي أثرت على الاقتصادات العالمية. احنا كحزب الاتحاد الشركي للقوات الشعبية الذي يقود المعارضة في يعني حذرنا كما هو في السنة الفارطة من عملية التضخيم أو التضخم في الأرقام التي تأتي بها الحكومة، خصوصا إذا تكلمنا على نسبة النمو المتوقعة 4%. يأتي تنظيم هذا اللقاء في إطار الترافع ديال الهيئة المغربية للمقاولات عن القضايا ديال المهنيين. يأتي هذا اللقاء طبعا هو لقاء تشاوري ثاني في سلسلة لقاءات اللي نظمتها الهيئة. هذا اللقاء هو لضم مجموعة من خبراء ماليين، نواب برلمانيين، مجموعة ديال المقاولات اللي كيشتغلوا طبعا في القطاع الصناعي والقطاع الخدماتي والتجاري كذلك. فهذا اللقاء اللي حنايا الخلاصة ديالو هو أننا ترفع مذكرة إلى الفرق البرلمانية أغلبية ومعارضة من أجل أنهم يضموا المقترحات ديالنا ضمن القانون مشروع ديال القانون المالية اللي غيتم المصادقة عليه في أواخر هذه السنة. فهذا اللقاء هو دأبت على تنظيمه الهيئة المغربية للمقاولات كل سنة، هو تقليد سنوي. طبعا كننظموا لقاءات اخرى في مواضيع اخرى اللي كتتعنى بالمقاولات، مجموعه من القوانين والتشريعات اللي هي اللي خصها تعديلات وخصها تحين باش انها تتماشى مع الظرفيه اللي كتعيشها المقاوله. فقلت كما قلت في المداخله ديالي، قلت بانه بزاف المقتضيات هنا اما كيتسموا بعيد تشريعي، اما انهم كان كيخصهم يكونوا في الميثاق القانون الاطار ديال الاصلاح الجبهي، لانه هو اللي كيقول لك 4 سنين شنو خصني نعمل ولا كيعطي ما هو استراتيجيه. اما القانون المالي راه هو كيحدد الموارد والنفقات وكيحدد المقتضيات اللي غتطبق في السنه الماليه، فبالتالي هنا كاين واحد الخلط. وحتى كيف ما قلت ان القانون الاطار ديال الاصلاح الجبهي كان خاوي صراحه، ما واجه في الاخر ديال الولايه كانت الزربه وزيد راه انتخابات المجلس ما كانش نقاش فيها، واخا كتبغي تعبر بالراي ديالك ولكن ذاك الوقت ما كيكونش ما كاينش نقاش، ما كانش نقاش حقيقي. فبالتالي انا شايف لهم هذوك جوج
في المداخله ديالو، ولكن هادشي اللي اكدت عليه هو ان غياب الاستقرار ديال التشريع الجبائي، وهذا كيشوش على المستثمرين لا المغاربه ولا المستثمرين الاجانب، لان عندك صوره واضحه على الاقل 10 سنوات او 15 سنه المقبله. والمساله اللي قلتي انه غياب اجراءات للطبقه المتوسطه، هو هذا واحد الفخ وضعت الحكومه فيها راسها في المساله هذه، في النقطه هذه. لان اولا ملي كنقولوا انه غادي نرفعوا القدره الشرائيه للمواطنين، المواطنين اش كان عليهم المواطنين هنا؟ واش الاجراء اللي كيشكلوا 10% من الاكتيف من البوبيلاسيون اكتيف، او لا جميع المواطنين لان غنزيدوا اجراءات اخرى؟ هذا اليوم الدراسي بالحق ننوه بتنظيمه، لان بالفعل هنا خصنا نشوفوا المجتمع المدني خاصه الجمعيات المهنيه، لان هذا الدور اساسي كتقوم به الان من اجل الترافع، من اجل تنبيه الفاعلين السياسيين، تنبيه الحكومه، تنبيه البرلمان الى بعض النقاط اللي كاينه في مشروع قانون الماليه 2023، لانهما القرابين. هذه الجمعيات المهنيه كتكون هي القريبه من الفاعلين الاقتصاديين، هي القريبه من الميدان، القريبه من الممارسين الفعليين للانشطه المهنيه والانشطه الانتاجيه. فبالتالي جاء تنظيم هذا اليوم الدراسي في هذا الاطار هذا، طبعا لان مشروع قانون الماليه 2023 الان يناقش في البرلمان، يناقش في اللجنات الماليه المناقشه العامه والمناقشه التفصيليه، ستقدم التعديلات بعد 10 ايام تقريبا. فبالتالي هي مناسبه لتقديم المقترحات ديال المهنيين للبرلمان، للفرق البرلمانيه، من اجل ادراجها في التعديلات ديالها، خاصه انه الان الوضعيه صعبه على مختلف القطاعات الاقتصاديه، على مختلف القطاعات الانتاجيه. فبالتالي نعتبر بانه هذا اليوم الدراسي هو ياتي في هذا الاطار هذا، اللي هو الحق ديال الترافع ديال المجتمع المدني والجمعيات المهنيه من اجل تجويد المقتضيات ديال مشروع قانون الماليه 2023. الماليه وكذلك لجنه الماليه في البرلمان، قدم له السي مهدي البشير. تفضل سي مهدي.